أردتِ أن تكوني واحدة منا. ويكس ضع يدك في يدي فتصبح الطاقة أقوى والشعور بالفوز أكبر وأكبر. ويكس بسمتنا تسحر العالم وتضيء دروب الناس ونطير فوق الأرض راقبونا. إن قررتِ أن تكوني واحدة منا بلمسة سحر تنعكس الأضواء وسويا نبدأ بالمغامرة على النجوم. أركب غيمة وأطير في الفضاء ألون حياتي بألوان خيالي وأظل أطير. ويبس ضع يدك في يدي فتصبح الطاقة أقوى والشعور بالفوز أكبر وأكبر. ويبس فتيات هذا الحي صديقات تنزعج ميوزا كثيراً عندما ترى ريفن برفقة دارسي، لكنها تجد نفسها وحيدة في مواجهة التريكس الشريرات، ومعاً تتمكن الوينكس والمتخصصون من إنقاذها. طاقات سحرية قوية تكبر داخل بلوم وذكريات مفاجئة تعود. ما بك يا فتاة؟ هل سمعت كلمة واحدة مما كنت أقول؟ ها؟ آسفة ستيلا، كنت شديدة التفكير. إذن ماذا كنت تقولين؟ أنت غير مهتمة بواقع أن البروفيسور بالاديوم سيأخذنا أخيراً جميعاً إلى غرفة المحاكاة الشهيرة، لكن شخصياً أظن أنها أروع أخبار سمعتها. أنت تمزحين، سمعت أن أروع الأشياء تحدث في ذلك المكان. نعم، وأشياء مروعة أيضاً. لا يجب أن تترك ذلك يخيفك فلورا، فهي مجرد شائعات غريبة. أقصد، ماذا يمكن أن يحصل لك هناك؟ أنت على حق. أوه هيا فلورا، سيكون ذلك مسلياً، سترين. بالنسبة إلي أنوي خوض تجربة رائعة، تجربة تكتب في التاريخ حتى أصبح حديث ألفية. ستيلا ستيلا. أوه أنا آسفة. فتاة الوينكس تلك قوية. مؤكد هي ليست الجنية التي من مستواك. إنها بارعة بالنسبة لطالبة في السنة الأولى. لنتأكد من أمرها إذن. ريان هو بلوم من أعلى مستوى، أنتما تفهمان معانيه. بالطبع، قوى سحر تلك الفتاة الصغيرة توازي قوى لهيب التنين. يجب أن نختبر بلوم مجدداً فقط للتأكد. ولكن أنا لا أفهم أيتها الأميرة. ما الأمر هذه المرة؟ ما الذي لا تفهمه؟ أيتها الأميرة، أنا لا أفهم. لما تبحثنا عن اللهب؟ وأين يمكن أن يكون؟ يمكن أن يكون على شمعة أو في موقف، ولكن في منزل من؟
غولنا الضخم أصبح يسبب الخجل. مرحبا، لما لا تجبنني؟ هل قلت شيئا خطأ؟ ضع نظارتك واستدر أيها الغول. إن اللهب سيعيد روعة الماضي البعيد. هذه هي غرفة المحاكاة. ما هي بالضبط؟ حسناً، إنها نتاج أكبر قوى السحر وأكثر التكنولوجيا تطوراً. هذه الأضواء التي تصدرها هذه الألواح الكهرمانية تسمح لحاسوبنا بتشكيل عوالم واقعية وعملية التكرار سليمة. أيمكن أن تستخدم لتقليد موعد واقعي مع الشبان؟ تأكدي من حصولك على موعد. حسناً، لما لا نشكل الآن امتحانكن النهائي؟ وتحسباً لامتحان نصف السنة، لقد أعددت محاكاة لبعض الأشياء التي ستأتي بالتأكيد في الامتحان. الآن لنتفحص غرفة التحكم. من هنا نراقب كل شيء يحدث في غرفة المحاكاة. إنها أرض الألعاب بالنسبة إليك. إنها رائعة جداً. ستتمكننا من الاختيار بين امتحانين. انظرن، خياركن الأول هو استخدام السحر لإبطال النتائج السيئة للتعاويذ الشريرة التي ألقتها مجموعة من الساحرات الشريرات. وكأنها حقيقية. أجل، إنها بشعة جداً. الخيار الثاني هو استخدام السحر لتحقيق نتائج جيدة في بيئة متأذية. هذه نقطة قوتي. سوف تكون مهمة سهلة لشخص مثلي. التواضع هو أفضل صفاتك. لا، الثانية مباشرة بعد جمالي. سنتقابل هنا غداً من أجل امتحانكن. رجاءً رجاءً أدرسنا واحضرنا مستعدات. صدقنني، ستكون تجربة لن تنسينها لوقت طويل. أخيراً امتطيت تنيناً اليوم. لابد من أنك استمتعت. رماني عن السرج عدة مرات، لكنني نجحت في النهاية. ماذا عنك؟ كيف كان يومك؟ حسناً، لنرى. عرفت أننا سنخضع لامتحان مهم جداً غداً. ليدي، أتريدين اللعب؟ حقاً؟ أي نوع من الامتحانات؟ خذي، اجلبيها. غرفة المحاكاة، امتحان نصف السنة. حقاً، سنضطر لأخذ تلك الامتحانات في وقت ما. خيرنا الأستاذ بالاديوم بين خيارين، وأنا قررت أن أستعمل السحر كي أصلح بيئة متأذية. وهل تشعرين بأنك مستعدة؟ ليس فعلاً، ولكن أعرف، لا أشعر دائماً بأنني مستعد للامتحانات، لكن في النهاية أقوم بعمل جيد. أن يحصل الشيء ذاته معي. ستكونين بخير، أنا متأكد. هذا الأمر بالفعل مثير للاهتمام. دارسي، هل يمكنك سماعي؟ ريفن، لدي أخبار لك عن بلوم. إذن هذه هي غرفة المحاكاة. يا
له من حاسوب قوي، ولكن ليس بقوتي. خطأ، عطل في الجهاز الرئيسي. موفقة في امتحان الغد بلوم، ستحتاجين إليه فعلاً. آنساتي، سنبدأ خلال دقائق، ستدخلنا كل على حدة. أحب مراقبة هذه الاختبارات. أنا متوترة جداً. آمل ألا أكون أول من تبدأ. أظن أن من الأفضل البدء أولاً، فهكذا ستنتهين من الاختبار وتكفين عن التفكير به. بلوم، هل سمعت ما قلت؟ نعم، ربما ذلك أفضل. هدوء، كل شيء جاهز الآن لنبدأ اختباراتنا. من منكن تريد البدء أولاً؟ أوه لا، ستيلا، أنت تريدين البدء أولاً صحيح؟ لقد غيرت رأيي تماماً كما ظننت. أنا سأختار متطوعة. بلوم، أياً من الاختبارين اخترتي؟ حسناً، الخيار الثاني سيدي، أريد العمل على بيئة متأذية. خيار ممتاز يا فتاة. هيا إذن، يمكنك اختيار البيئة، ماذا تريدين؟ كنت أفكر في بيئة مقفرة، فلتكن الأكثر قفرا. هناك ذلك المكان الذي يدعى دومينو، إنه الأكثر حزنا وبؤسا في البعد السحري. أسمعت به قبلا؟ لا، لم أسمع به أبدا، لكنني متأكدة من أنه مناسب. إذن ها هو، حالما تدخلين غرفة المحاكاة سيظهر دومينو حولك. هل أنت مستعدة؟ نعم، أحضرت معي بعض المقومات لجرعات وما شابه، أيمكنني أخذها معي؟ بالتأكيد، خذي كل ما تريدين. ها أنت، سيدوم الاختبار 30 دقيقة، سأكون في غرفة الحاسوب، أبذلي أفضل ما عندك. سأفعل. بالتوفيق. كوني حذرة. اعتني بنفسك، حاولي إيجاد الحل. أي نوع من التشجيع هو هذا؟ النوع الأكثر منطقية. شكرا يا فتيات، إلى اللقاء. المكان بارد جدا هنا. دومينو، ماذا يمكنني أن أفعل لتحسين هذا المكان؟ كيكو، ماذا تفعل هنا؟ تصرف كأرنب مؤدب، لدي أشياء كثيرة أنجزها. سأبدأ ببضع نباتات وسأستخدم السحر. انبتي أيتها الصغيرات وتفتحي. جيد. مرحبا يا فتاة الوينكس الصغيرة. لا، ليس أنتن. ما الذي تفعلنه هنا؟ لا تضيعي وقتك في طرح أسئلة غبية. دافع عن نفسك. لا يتضمن الامتحان هذا، لكن لا خيار، علي أن أتصرف. نعم فتيات الوينكس، لدينا قوى الوينكس، سنوجه ضربة للقوى.
صورة مجسمة، ولكن ما زلتن الأخوات تريكس الشريرات. كيكو كيكو هنا إياه. هيا دارسي انهضي. اختار بالاديوم اختبارا صعبا جدا. اذا اجتازته بلوم فستحصل على علامة عالية. فتاة الوينكس تبلي حسنا. هل تصلك صورة اوضح ستورمي؟ ليس بعد اختاه، وكأنها تحجب قوتها عن قصد. إذن هذا يعني أن بإمكانها العطاء أكثر. لنجعلها تغضب، فذلك سيجعلها تكشف عن قواها الحقيقية. لنجعلها تغضب الآن بجنون. أوه يا إلهي. لا، ماذا الآن؟ مجدداً؟ إذا ماذا ستفعلين الآن؟ ها؟ إنها كلها لك. نعم، كلها لي. أسرع بلوم، قد اكتفيت. قبل أن تقضي علينا، فربما عليك مد يد المساعدة لأرنبك. كيكو لا تتحرك. أنت لا تركزين بلوم. كيكو لا. أنا فعلا لا أحبك إطلاقا. ماذا تفعلين يا فتاة؟ ألا تريدين أن تنتقمي؟ هل ستتركيننا ننجو بفعلتنا؟ ولكن ماذا يحدث؟ يبدو أن الحاسوب يتعطل. كيكو ولكن ما هذا؟ يمكنني سماعه. كيكو تعال، ظننت أنك كيكو. علينا أن نعيدها. سأستخدم السحر وسأطلق تعويذة فيكسومبالوم. فيكسومبالوم.
لكن كيف يعقل هذا؟ بلوم! بلوم، أنت بخير؟ هل تدركين أنك عطلت الحاسوب؟ حقا؟ لقد فعلت، لقد تعطل المنبه تماما. أنت بخير، صحيح؟ أنا متوترة قليلا، لكن عدا ذلك أنا بخير. سأؤجل الامتحانات. علينا أن نصلح الأعطال ثم سنعيد تحديد الموعد. يا أنسة، ثلاث مضافات لبلوم. بلوم، بالمناسبة أتظنين أن بإمكانك تأجيل امتحان التاريخ؟ حسنا، يمكنني المحاولة. في الحلقة المقبلة، أثناء الامتحانات ستصبح فلورا لا تطاق. الوينكس سيساعدنها في مهمة إلى مستنقع الطين الأسود، لكن مخلوقاً غامضاً يهدد المستنقع. نحن فتيات فريق وينكس، نحن صديقات. قلب واحد تحت اسم وينكس. فتيات وينكس، فريق وينكس. نحن فتيات فريق وينكس، نحن فتيات.